مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا ومرحبا بكم في درس بعنوان سلة فاكهة بالقلم الرصاص. أولا نبدأ مع أهداف الدرس. الهدف المعرفي أن يتعرف الطالب على أساليب الرسم والتصوير وتقنياتها والمصطلحات الخاصة بها. الهدف الوجداني أن يبدي الطالب الرأي حول خصائص وأدوات وخامات الفن وتأثيرها المقارنة بين التقنيات وخصائص الخامات اللونية. الهدف المهاري أن ينفذ الطالب رسوم سلة فاكهة بالفحم أو القلم الرصاص تعكس معرفته بالملمس والظل والضوء. ومع أهم مصطلحات الدرس، المصطلح الأول الطلاقة الفكرية، هي قدرة متطورة تعتمد على الانتقال من فكرة لأخرى بشكل سلس. ثانيا تحليل العمل الفني، هي إعادة صياغة العنصر المختار تعكس رؤية الفنان الذاتية وكيف أوظف وأنظم عناصر العمل الفني مثل النقطة، الكتلة، الظل، النور. والآن مع أهم عناصر بناء العمل الفني، أولا النور هو الضوء الساقط على الأجسام أو المناطق الفاتحة التي تبدو مضيئة في الأعمال الفنية. ثانيا الفراغ، يعني المناطق الخالية التي داخل العمل الفني أو التي تحيط به. ثالثا الكتلة، هي مقدار الحيز الذي يشغله الحجم من الفراغ، والكتلة لها طول وعرض. النقطة هي أبسط العناصر التصميمية ولا أبعاد لها من الناحية الهندسية، ليس لها طول وعرض أو عمق. خامسا الظل، هو الظلام الذي يسببه جسم ما عندما يحجب الضوء من الوصول إلى سطح ما. دي كانت أهم عناصر بناء العمل الفني. طبعا الهدف المهاري هو رسم السلة فاكهة، الهدف المهاري هو رسم سلة فاكهة بالقلم الرصاص. والآن نبدأ بمشاهدة فيديو تعليمي لرسمة سلة الفاكهة.
وبعد أن شاهدنا هذه الرسمة ننتقل إلى الجزء الهام، وهو أن تختبر معلوماتك. أذكر اثنين من عناصر بناء العمل الفني. طبعاً الإجابة الفراغ والكتلة. الفراغ يعني المناطق الخالية التي داخل العمل الفني أو التي تحيط به. كتلة هي مقدار الحيز الذي يشغله الحجم من الفراغ، والكتلة لها طول وعرض وعمق. وأخيراً عزيزي الطالب، أظهر قدرتك الفنية والإبداعية وقم برسم سلة فاكهة بالقلم الرصاص. وفي نهاية درس اليوم، مع تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق، قسم الفنون البصرية بمدارس الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معه الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.